علاش يزيدوا؟ حنا واحدين علاش يزيدوا وما يفدوا؟ حنا بالراميد باش جينا للسبيطار وباش يزيدوا يكملوا علينا مازال بالدواء من الفوق يزيدوا. واش غنقول لك اخويا، حنا دابا بالراميد خدامين ما خدامين، كي غدير الدواء منين غتشري بعدا كتجي منين؟ كنهضروا حنايا على الواقع اللي كنعيشوه حنا، ما فحالناش اخويا، ما خدامين ما خدامين. منين غنشريو الدواء هذا باش يزيدوا؟ الدواء حنا راه ما قادرينش عليه، هذا باش يزيدوا فيه ما قادروش. كان الثمن ديال الدواء راه بزاف علينا، كاين مسكين ما عنده حتى شي حاجه. حنا واحد راه ما قادرش باش يدوز، راه دخلتي هنا راه حالات، لا دخلتي هنايا حالات بزاف، لا دخلتي هنا غتشوف شي حالات اخرين. غنقدر نشري الدواء وانا ما قاد ناخذ حتى شي حاجه في الدار ديالي، عاد ناخذ الدواء بزاف، ما خاصش نزيد الثمن بزاف، صعيب علينا باش ناخذ، نكون جاي ونجي من بلاصه اخرى وخاص ترانسبور بزاف المصاريف. انا عندي مريضه دابا، عندي راديوات، عندي سكالير، وعندي داكشي على برا، غناخذ الدواء غالي بزاف، ما نقدرش، صعيب عليا الحال. الناس ماتوا ما بقاوش باش يشريو الدواء. انا حالات شتهم البارح، انا راني عندي 5 ايام وانا هنا من الدواء. خرج سير جيب الدواء من برا، الدواء كيكون هنا كاع، يقولك سير جيب الدواء من برا. اللي ما عندوش صافي مشى مسكين. واشنو هاد الحاله؟ راه ما هي حاله والله، لا حاله لا يعقل. الدخول كتجي عالم اخر. الدواء مسكين باش غادي يشري؟ باش هذا اللي ما عندوش، عنده وليدات وعنده مصاريف وعنده مدرسه وعنده بزاف، عاد غادي يمشي يخرج الدواء وعنده مرض صعيب، فهمتيني؟ ماشي زعما عنده مرض بسيط، عنده كيضروا راسه ولا كيضروا شي حاجه بسيطه، فهمتيني؟ عنده الدواء ديما كيشربوا، عنده نقولوا السكر، عنده كونسيق، عنده بزاف د الحوايج، غادي يمشي يشري الدواء على برا بزاف وغالي بزاف. زيدوا الدواء، ما راه الدواء بعدا في السبيطار عاش الشهاده الطبيه بيطره ب 26 فريق. انا ردوا لي عقد فينا ب 26، لا عاود طاح لي كتفي، عاود ردوا لي ب 26 وباقي كتفي ضرب، ما داروا لي والو. انا غير صافي، هذيك هي النهايه صافي، كلشي غادي يكمل. راه كاع اللي في موريتس راه كيموت، راه تجي صحيح وتمرض في موريتس، وعاد الطبيب اللي شتي اليوم تبغي عايسين لك عورق. انا واحد دابا عارف ورقه، دابا ولا داير لي غياب متبرر، الطبيب قال لك خارجه كونجي، هما في الخدمه كيقيدوا لي غياب متبرر. راه دابا خسرت فلوسي ورزقي وكتفي، وانا دابا يجروا عليا من الخدمه، شكون اللي خرج عليا السبيطار؟ ما يمكنش لا يعقل يزيدوا في الثمن ديال الدواء، الناس راه كتموت لدخل، غيزيدوا في الثمن ديال الدواء، راه غيبقى السيد حتى غادي يموت ما غيشريش هذاك الدواء. كاين اللي ما عندوش باش يشري الدواء، كاين اللي ما عندوش باش يشري حتى خبزه ياكلها، علاش غيشري قرعه ديال الدواء 100 درهم و 3000 ريال؟ بزاف، ما يمكنش. الناس راه كتموت، راه ماتوا مرض 10 ولا مرشال من البارح اليوم. ممنوع شي واحد يتفق على الاثمنه ديال الدواء غتزاد، ممنوع. الناس راه باغا تنقص ماشي تزاد. هادشي اللي كاين صعيب الحال، الدواء غالي، واش غنديروا؟ ما عندنا ما نديروا، حنا جهد ديالنا محدود، مواطن عادي، ما عندناش شي حاجه اللي نديروها منا من الناس. ايوا الموت في يد الله، ولكن احنا ما عندنا ما نقولوا. نقول لك الناس راه ما ماشي باستطاعه ديالهم تيخلصوا ادنى دواء قليل، ما عندهمش. الناس اصلا دابا كيدخلوا السبيطار كيخلوهم مليوحين، ما كينتبهوش ليهم وما كيردوش لهم بال، ما كيدواش فيهم اصلا. يدي يقول لي صافي دخلتو، يليحوا في داك ويخليه صافي ما يتسوقش لي. انا من اقليم سيدي بنور، كتعني باغي مثلا باغي الفقير ما يبقاش يداو صافي، هادشي اللي كيبان ليا، واللي ما عندوش مسكين ما يداوش. ثمن الدواء اصلا هو غالي، يعني هاد البلاد هادي كلها مغاليه علينا اي حاجه. ودابا النسبه ديالي انا مريضه ومسخسخه مزيان، ما نكذبش عليك، ما خلينا فين ديناها، دينا الكلينيك، كيصيفطونا الكلينيك اخر، كلهم يعني بقاو كيتلاعبوا بينا وكيقول لك حق دا الموريزكو. ملي جبنا الموريزكو بقينا الله كريم، ما كاين حتى شي حاجه. وتخيل معايا البارح عطينا عربون، روح الاطباء باش يديروا لنا سكانير، وداروا لنا سكانير، وفي الاخر قال لك غدا غتفتح وغتكون بخير وعلى خير. ومن جينا اليوم ما كاين والو. انا كنتمنى من هاد البلاد هذه، وكنتمنى انا من محمد السادس نشوف هاد الناس هادو يجيو واحد السبيطار، يجي هاد السبيطار ويشوف يعني الناس كيفاش كيعيشوا، كيفاش كيعانيوا، ويشوفوا الامهات والاباء كيفاش كيشوفوا ولادهم مراد، ويشوفوا الدراري يعني الوليدات البنيات كيفاش كيشوفوا والديهم يعني تما مراد وكيعانيوا وكيبكيوا. يعني انا كنتمنى من الله يكون تخفيض في هاد البلاد هذه، وخفضوا علينا شويه الدواء ما نكذبش عليك، ويشوفوا في هاد الناس الفقراء مساكن البسطاء اللي ما عندهمش، الا شافوا فينا راه غيشوف فيهم الله سبحانه وتعالى.